السلام عليكم ورحمة الله. أصيب قائد عسكري بارز إثر إطلاق مجهولين النار على موكبه في العاصمة المؤقتة عدن، وذكرت مصادر أمنية أن قائد كتائب سلمان الحزم العميد قاسم الجوهري أصيب بجروح بالغة جراء إطلاق النار على موكبه في التواهي. وأكدت المصادر مقتل شقيق العميد الجوهري، كما تعرض مرافقوه لإصابات مختلفة خلال الهجوم. من جهتها شكلت إدارة أمن عدن لجنة للتحقيق في الواقعة برئاسة مدير البحث صالح القملي، فيما وجه محافظ المحافظة عبد العزيز المفلحي بفتح تحقيق وتقديم المتورطين في الهجوم لمحاكمة عاجلة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما علاقة الحادث الأخير بمحاولة الحكومة إرساء الأمن في عدن؟ وهل الحكومة قادرة على تنفيذ القرارات الأخيرة بإعادة ترتيب الجيش والأمن ونزع السلاح من المدن المحررة؟ إذن محاولات حثيثة للحكومة الشرعية للخروج بعدن من دائرة الأمن واللا أمن، ومحاولة إرساء الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمناطق المحررة عموماً، لكن هل تنجح الحكومة في هذه المحاولات، خصوصا وأن الطريق يكتنفه العديد من الصعوبات وهناك أطراف بالتالي لن تدع الأمر يمر بتلك البساطة؟ فما مدى قدرة الحكومة على المضي قدما بتوجهاتها المعلنة؟ هذا ما سنحاول التطرق إليه بعد مشاهدة هذا التقرير. وقع ما حذر منه أرفع مسؤول حكومي قبل أيام، فقد نجا قائد كتيبة سلمان الحزم قاسم الجوهري من محاولة اغتيال استهدفته في حي التواهي بمدينة عدن، وراح ضحيتها شقيقه. محاولة الاغتيال التي استهدفت هذا القائد العسكري البارز في التواهي لفتت الانتباه مجددا نحو حادثة اغتيال مدير أمن مديرية رصد حسين قماطة في عملية لا يزال مصيرها القانوني مجهولا رغم كل المعطيات الواضحة بحسب ما يرى المراقبون. وبحسب هؤلاء المراقبين، فإن حادثة التواهي تشير إلى أن دوافع القيام بعملية الاغتيال تتجاوز التباين المناطقي الذي يحكم التشكيلات العسكرية والأمنية في عدن، لتكشف عن نقاط متوترة في حدود النفوذ بين أهم شريكين في التحالف العربي الذي تدخل عسكريا في اليمن منذ مارس 2015. حدث خلف تداعيات شديدة الخطورة على الوضع الأمني في المدينة التي لم تهنأ يوماً بثمرة التحرر من الإنقلابيين. إن بقاء هذه الوحدات على هذا النمط القائم اليوم يمثل خطراً على أمننا وأمن البلاد، وعلينا أن نوقف هذا الخطر. وقعت عملية التواهي بعد 3 أيام فقط على التحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر من مخاطر التشكيلات المناطقية للجيش والأمن في المناطق المحررة وفي المقدمة منها مدينة عدن، وعاد ليكرر هذه التحذيرات في أحدث خطاباته في احتفال أقيم بمحافظة أبين بمناسبة الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر وسط حشد من المؤيدين للدولة اليمنية الاتحادية. واقترنت تحذيراته هذه المرة بتعهد قطعي على حظر حمل السلاح في عدن وعواصم المحافظات المحررة. كما أننا مواظبون في جعل عدن العاصمة المؤقتة ومدينة المدائن نموذج للأمن والسلام الاجتماعي، مدينة خالية من السلاح. سنفرض بقانون أو مرسوم رئاسي منعاً لحمل السلاح في عدن، وتلك هي إرادة القائد والمناضل عبد الرب منصور هادي. تعهدات تضع رئيس الوزراء مجدداً في مواجهة مع من يعملون على بقاء عدن على صفيح ساخن وأبعد ما تكون عن الاستقرار الذي يعيد إليها اعتبارها كعاصمة سياسية ومرفأ للتجارة وفضاء للسياحة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع رئيس تحرير عدن الغد الأستاذ فتحي بن الأزرق. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريم. أستاذ فتحي، في البداية حيثيات محاولة الاغتيال التي استهدفت قائد كتائب سلمان الحزم في عدن بعد ربما ساعات من تصريح الحكومة بتوجه أمني بتحويل عدن إلى مدينة خالية من السلاح.
الحقيقة أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأخ قاسم الجوهري واستشهاد شقيقه هي نتائج حقيقي وطبيعي للوضع الأمني الميليشياوي العسكري الموجود في عدن. كل هذا الكم الهائل من المسلحين، من الميليشيا، من القوات الأمنية والعسكرية المختلفة أنتج عملية الاغتيال هذا. الوضع الأمني في عدن منذ انتهاء الحرب وحتى اليوم هو وضع ليس بالطبيعي، وبالتالي فإن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الجوهري تأتي في سياق طبيعي جدا لوضع غير مستقر أساسا، غير طبيعي، غير منظم، غير مرتب. لا توجد هناك مؤسسة أمنية حقيقية في عدن، لا توجد مؤسسة عسكرية حقيقية في عدن. كل هذه الفوضى من أجهزة أمنية مختلفة، من معسكرات، من اختلافات، من تضارب مصالح، من صراعات سياسية، هي ستنتج هذا الواقع. هذا الواقع وقع الاغتيالات، وقع الصراع بين الأطراف العسكرية والأمنية المختلفة. للأسف الشديد، بكل أسف أقول أنه سيستمر، كل هذا الصراع سيستمر إلا في حالة متى ما تم إيجاد قوة أمنية موحدة وقوة عسكرية واحدة. نعم، برأيك أستاذ فتحي، أستاذ فتحي قناتكم الكريمة هذا أستاذ فتحي، قلنا أنه عدن لن تستقر إلا بوجود مؤسسة أمنية واحدة. برأيك من يقف حاجز ومانع أمام توحيد القوة الأمنية في عدن؟ الحقيقة لا يستطيع أي شخص أن يقول بأن طرف من الأطراف هو من يقف، لكن أنا أستطيع أن أقول أن كل الأطراف الفاعلة في عدن هي من تقف خلف ما يحدث في عدن. كل الأطراف التي ترفض دمج المؤسسات الأمنية ضمن جهاز أمني وطني واحد هي التي تقف خلف هذا الأمر. حالة العشوائية التي يتسبب فيها التحالف والشرعية والقوى المحلية والأطراف المسلحة، كل هذه الأطراف للأسف الشديد هي مشتركة اشتراك مسؤولية جماعية عما يحدث في عدن. هناك فوضى أمنية، هناك فوضى عسكرية، هناك الآلاف من المسلحين، الآلاف من القوى الأمنية والعسكرية. كل هذه الفوضى الجميع يتشارك فيها، كل القوى التي ظهرت بعد الحرب من مقاومة، من ميليشيات، من جيش وطني، من تحالف، من حزام أمني. نعم. من كل هذا الخليط هو للأسف الشديد حقين لا يمت بصلة لشكل الدولة. نعم. ربما يسأل أستاذ فتحي، ربما البعض يتساءل أن هذا الشيء قد يكون ممكنا عندما يكون هناك اختلاف بين مثلا وحدات تابعة للقوات المسلحة والجيش ووحدات أمنية، لكن أن تحدث في مربع أمني وتستهدف قائد أمني أيضا، ربما هنا أكثر من علامة استفهام. لا، هو الحقيقة ليس، لا تقاس الأمور في عدن بحجم المربع الأمني سواء كبر أو صغر. لا، القضية أنه في كل مربع، في كل 3 كيلومتر في عدن تجد معسكر يتبع الشرعية، معسكر يتبع التحالف، معسكر يتبع المقاومة، ومعسكر يتبع بلاطجة، ومعسكر يتبع الجن. يعني خليط غريب عجيب، يعني في كل منطقة تجد 3 معسكرات لا ترتبط فيما بينها، لا توجد بينها أي صلة. لذلك فالمشكلة أعمق مما نتصور وأكبر مما نعتقد. المشكلة هي صراع حقيقي موجود بين التحالف ممثلا بالإمارات وبين سلطة الرئيس هادي، ومن ثم كل الأطراف تنقسم بين الطرف الإماراتي وبين طرف الرئيس هادي. للأسف الشديد، بدلا من أن هذه الأطراف تتفق لأجل مصلحة عدن، تتفق لأجل مصلحة الجنوب، تتفق لأجل مصلحة الناس، نجدها تتصارع. وللأسف الشديد، نعم، هذا الصراع يأتي فوق الناس، هذا الصراع يأتي فوق حياة الناس. الناس، نعم، ليست لها صلة بهذا الصراع لا من قريب ولا من بعيد. الناس تبحث عن أقسام شرطة بسيطة تنظم وترفع. طيب أستاذ فتحي، اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث أيضا من عدن الناشط السياسي الأستاذ خالد اللبود. مساء الخير أستاذ خالد. مساء الخير، مرحبا بك أستاذ خالد. الأستاذ فتحي ربما شدد بأن ربما سبب المشكلة هو عدم الاتفاق بين التحالف العربي وبين الحكومة الشرعية وبين الرئاسة، وهذا الاختلاف الذي ربما يعني واضح للعيان هو الذي ينعكس على الحالة الأمنية في عدن. برأيك هل تتفق معه أم أن المشكلة في الفصائل التابعة للأمن في عدن في ذات نفسها بعيدا عن الحكومة والتحالف؟ المشكلة في عدن من وجهة نظري أعتقد أنها أكبر من أن نحاول أن نوجهها بأنها خلاف بين أطراف معينة، بين فصائل معينة. بين المشكلة في عدن وفي المناطق المحررة كلها هي
يمكن تفسيرها بنقطة واحدة، هي محاولة تغييب الدولة. نعم. الضامن الوحيد لكل المتصارعين، لكل حتى المتعاونين فيما بينهم البين في داخل المحافظات هذه وفي غيرها، هو وجود الدولة. الدولة هي التي سوف توفر لي كل الأمان، سوف تدير علاقات بينهم البين، سوف تضع محددات لكل طرف، ما هي صلاحياته، ما هي واجباته، ما هي حقوقه، ما هي. ولكن في ظل غياب الدولة لن نجد إلا أصداء. طيب، هذه الإدارة السد أستاذ خالد، هذه الكتائب وهذه الفصائل هي كلها تتبع الأمن وتتبع الدولة، أم هي لها أجندة أخرى؟ من هي الدولة التي تقصد فيها؟ هي كلها تتبع الأمن وتتبع الدولة بالنسبة لكشوفات الرواتب. نعم. ولكن هل هي فعلا خاضعة للسلطة الشرعية؟ هل هي مؤمنة بالدولة؟ هل هي جزء من وزارة الداخلية، من إدارة الأمن؟ هل هي جزء من وزارة الدفاع؟ هل يستطيع وزير الدفاع أن يحضر، أو عفوا وزير الدفاع الله يفك أسره من المنطقة في صنعاء، ولكن من يقوم بالنيابة عنه رئيس الأركان؟ هل بالإمكان أن يأتي إلى عدن غدا ليمارس مهامه في عدن؟ طبعا لا. وزير الداخلية، نائب وزير الداخلية، القادة، نائب رئيس الجمهورية، هذا كله، هذه هي الدولة. الدولة ليست مجرد جنود موجودين في الشارع. في صنعاء الانقلاب عنده جنود موجودين في الشارع ويسيطروا، ولكن لا توجد دولة. ألا تعتقد بأن هذه الأسماء التي ذكرتها أستاذ خالد، ألا تعتقد بأن هذه الأسماء التي ذكرتها، سواء النائب الرئيس أو رئيس هيئة الأركان، ربما يعني حضوره في عدن ووصوله إلى عدن ومشاركته لبعض الفعاليات الأمنية والعسكرية في عدن قد يعقد المشكلة أكثر من حلها، كما يعتقد البعض وكما يقول البعض، على يعني وجه التحديد بعض الفصائل الجنوبية وبعض يعني السياسيين والقادة الجنوبيون؟ نعم، هؤلاء إذا نظرنا لهم كأشخاص يمكن أن يكون وجودهم يسبب إزعاج لأطراف معينة، لفصائل معينة، ولكن نحن نتحدث عليهم كمناصب حكومية. هذا المنصب الحكومي يمثله فلان من الناس، بالإمكان تغييره، بالإمكان تبديله بشخص آخر، ولكن من يأتي سوف يأتي ليمثل هذا المنصب الذي هو جزء من الدولة. اليوم نحن نتعامل، أو كثير من الفصائل في المقاومة تتعامل بإزدواجية مع الشرعية، تتعامل بأنها جزء من الشرعية في كشف الرواتب، وتتعامل برفض الشرعية على الأرض. نعم. أستاذ فتحي بالأزرق، هل فعلا ما يقوله الأستاذ خالد فعلا هو حقيقي وواقعي، بأن هؤلاء الفصائل وهذه الكتائب وكل الوحدات التي تتبع الأمن والحزام الأمني وما شابه ذلك هي تتبع الدولة فقط في الراتب؟ الحقيقة كلام الأستاذ خالد كلام سليم 100%. نحن بحاجة إلى إرساء شكل الدولة، نحن بحاجة إلى وجود تمثيل حقيقي للدولة أيا كان شكل هذه الدولة. الناس تريد دولة. الناس خلال عامين منذ انتهاء الحرب سئمت الميليشيا بكافة تشكيلاتها ومسمياتها وحضورها. ما هو موجود في عدن لا صلة له بالدولة، لا من قريب ولا من بعيد. حينما تأتي إلى هذه القوات تجدها ترتدي ملابس مختلفة، ترفع شعارات مختلفة، تحمل مسميات غريبة جدا، من القوة الضاربة إلى الصاعقة إلى جرانديزر، إلى يعني كأن ما يحدث أو ما هو موجود في عدن شركات أمنية تشبه ما حدث في العراق عقب العام 2003. للأسف الشديد الحل في عدن هو في إرساء الدولة. متى وجد الناس الدولة حاضرة؟ متى وجد الناس مؤسسات الأمن والجيش تتبع الدولة، تمثل الدولة بشكل حقيقي؟ هنا أعتقد أنه يمكن أن نكون أن نضع قدمنا كخطوة أولى في الطريق الصحيح. نعم. تصريحات رئيس الوزراء عندما تحدث بأنه الآن الخطوة القادمة والتوجه القادم الآن للحكومة الشرعية، وهو يعني يتم الآن الإعداد قاعدة العند في لحج وأيضا في المكلا من أجل دمج جميع الوحدات الأمنية والعسكرية وهي الضامن لاستقرار اليمن وتحت لون واحد، ما رأيك أنت بهذه الخطوة وهل هي ممكنة فعلا؟ الحقيقة أنا مع الخطوة
وأؤيدها في نطاق المحافظات الجنوبية في إطار الجنوب، أن على الأقل تبدأ الحكومة بدمج هذه القوات التي في عدن، تبدأ في عدن وتقوم بدمج هذه القوات الموجودة في عدن فيما بينها. ستبقى المشكلة حاضرة إذا 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 ظل الأمر يتعلق بنفس الجغرافيا، ربما يتعلق الموضوع، يعني المشكلة تظل قائمة ولا تحل. يا أخي على الأقل إذا دمجت هذه القوات الموجودة في عدن فيما بينها بين على الأقل سنجد ربما قوات مخففة بعض الشيء مناطقيا، لكن ما هو موجود في عدن أن كل قوة مشكلة من أبناء منطقة معينة، وهذا هو الخطر خطر بحد ذاته. دعوة تندغر يمكن تطبيقها في إطار محافظات عدن، أبين، لاحق، شبوة، هذه المناطق يمكن كخطوة أولى حتى تستعيد الدولة قدرتها دمج هذه القوات، لكن أن تكون لدينا في أبين قوات من أبناء أبين، في يافع قوات من أبناء يافع، في الضالع، في عدن، هذا غير سليم أبدا. نحن بحاجة إلى قوات تكون خليط من كل الناس، قوات تمثل الناس، يذهب الشخص إلى مؤسسة أمنية فيجد إنها خليط من كل أبناء المحافظات الأخرى، لكن نعم. ما يحدث حاليا هو حتى ليس على مستوى المحافظة، أنت أحيانا تذهب إلى مؤسسة أمنية تجدها مشكلة من أبناء مديرية واحدة أو أبناء نعم. منطقة، وهذا ما أنتج الواقع للأسف المحزن الآن، والوضع الأمني السيء في عدن هي تلك التشكيلات بهذه الصورة. أستاذ فتحي اسمح لي أن أعود لأستاذ خالد. أستاذ خالد، الأستاذ فتحي يقول بأنه يعني يتفق مع خطوة الحكومة ومع تصريحات رئيس الوزراء، لكن يكون في إطار المحافظات الجنوبية، ما رأيك أنت؟ طبعا هذا نتكلم عندما نتحدث عن دمج للمقاومة في الجيش والأمن، نتحدث على دمج في كل الجمهورية، من الصعب أن يكون دمج في منطقة معينة وعدم الدمج في منطقة أخرى، ولكن عندما نتحدث عن عملية الدمج نفسها فإحنا بحاجة إلى بعض إلى تعريف بعض المفاهيم. أولا، ما الذي نقصده بالمقاومة؟ ما الذي يجعلنا نصنف فلان من الناس انه جزء من المقاومه او لا؟ ثانيا، ما الذي نقصد بعمليه الدمج نفسها؟ ما هي الخطوات التي يجب ان تتم من اجل ان يتحقق الدمج هذا؟ ما امكانيه ان تتم هذه الخطوات فعلا على الارض من عدمه؟ نعم. عندما نتحدث بان هنالك قرارات لدمج القوات القوات دمج المقاومه في الامن في الجيش والامن، فنحن نتحدث عن قرارات منذ 2015، نتحدث عن رساله الكثير من المنتمين الذي تم ادراجهم في كشوفات الاولى الى دورات تدريبيه في اريتريا وفي الامارات وفي، وعندما عادوا جزء كبير منهم لم يتم تسليمهم اداره الامن او استلامهم المراكز الامنيه التي يجب ان يكونوا فيها، كان الدورات التي قاموا بها ذهبت هباء. نعم. عندما نتحدث عن وجود ان الشرعيه نفسها ممثله بسلطه الدوله او بدعم التحالف الذي طبعا التحالف هو جزء من الشرعيه. نعم. يقوم بانشاء قوه تحت مسمى النخبه الشبوانيه، النخبه الحضرميه، ان هذا الموضوع في فصل مناطقي يتم، الفصل المناطقي لا يتم في عدن فقط او في، بل حتى في المناطق التي لا يوجد فيها خلاف مناطقي يتم صناعه نزعه مناطقيه بشكل غير مبرر، ان يتم تشكيل قوه امنيه تحت هذا المسمى. بالفعل نعم. طيب استاذ فتحي بن الازرق، بالعوده الى حادثه اغتيال العميد قاسم الجوهري التي يعني قتل فيها اخوه وهو تعرض للاصابه، البعض يعني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث الكثير بان يعني العميد قاسم الجوهري بعد الحادثه التي تم فيها القاء القبض على من كانت تقود خليه لعمليات ارهابيه في عدن وسونيا والتي تم تهريبها في عدن، هي كانت ربما السبب الرئيسي خلف هذه العمليات التي تستهدف الان العميد قاسم الجوهري، ما رايك؟ الحقيقه استاذ بشير اتمنى ان تعفيني من الاجابه عن هذا السؤال. تفضل. نعم. لا استطيع الاجابه عن هذا السؤال. لا تستطيع. نعم. طيب استاذ فتحي، اذا نعم. طيب استاذ فتحي، نتحدث اذا بصوره اشمل، يعني التوة هي ربما هي الحصن الحصين بالنسبة لإدارة الأمن في عدن، وربما أكثر مكان آمن يثق فيه أبناء محافظة عدن وهو التوة، هي لتواجد الدولة وقوة الدولة، النقاط الأمنية منتشرة، حس أمني عالي في هذه المناطق، إذا كيف تم استهداف قائد أمني في هذه المنطقة؟ مثل ما أسلفت سابقا قلنا أن القضية ليست قضية أنه منطقة مؤمنة أو غير منطقة مؤمنة، بالعكس كل المناطق
فيها أطراف مختلفة، التواهي فيها أطراف مختلفة، أطراف تابعة لطرف معين وأخرى تابعة لطرف معين، وثالثة عسكرية وثالثة ميليشاوية. يعني التواهي تعاني نفس المعاناة التي تعاني منها المعلى وقور مكثر وكريتار وشيخ عثمان. يعني القضية في المختصر المفيد ليس بالمنطقة أن هناك منطقة مؤمنة أو غير منطقة مؤمنة. في كل المناطق للأسف الشديد توجد الأطراف المتصارعة، لذلك فالحل هو أن تدمج هذه القوات الأمنية، أن يتم تخفيف وجود الميليشيا، أن يكون هناك مؤسسة عسكرية أمنية واحدة على الأقل الناس تنظم أعمالها، القوات نعم. العسكرية تكون في جانب، القوات الأمنية تكون في جانب، أن يذهب المتصارعون في عدن نحو تسوية سياسية. نحن في حال كنا زمان أو خلال الأشهر الماضية نطالب بتسوية سياسية يمنية تنهي الحرب، لكننا حاليا نطالب الأطراف المتصارعة في عدن أن تذهب فيما بينها البين نحو تسوية سياسية، على الأقل التسوية السياسية هذه توقف حالة العسكر الموجودة في عدن، توقف حالة الاقتتال، توقف حالة الشتات الموجودة في حال ما تم التوصل إلى تسوية سياسية مختصر مفيد بين التحالف أو بين دولة الإمارات وشرعية الرئيس هذه. نعم. أعتقد أن الأمور ستذهب. هل تعتقد أستاذ فتحي، هل تعتقد بأن الحكومة ستلقى الدعم والمباركة من التحالف العربي وأيضا من الشارع العدني بمختلف فصائله في تحويل عدن إلى منطقة خالية من السلاح، إلى مدينة آمنة؟ أي طرف سيذهب نحو حالة الاستقرار في عدن، إنهاء وجود الميليشياوي، سيلاقى الدعم الكامل من الأهالي في عدن. الناس في عدن يبحثون عن طرف فاعل وقوي ينظم العملية الأمنية في عدن، يخفف وجود الميليشيا. أي طرف، سواء كانت الحكومة الشرعية، سواء كانت التحالف، سواء كان حتى أطراف محلية توجهت بشكل فاعل وصادق، الناس سيدعموا. الناس ليسوا مع الميليشيا، الناس ليسوا مع الجماعات المسلحة، الناس ليسوا مع كل هذا العنف الموجود في عدن. الناس بعد عامين من الحرب أستطيع أن أقول لك بأنهم فعلا تعبوا فعلا، ويريدوا أن يرتاحوا، يريدوا أن تستقر الأوضاع. الناس كرهت الحرب وكرهت الاغتيالات وكرهت الصراعات المسلحة وكرهت كل هذه الفوضى، وهي تبحث عن دولة، وحان الوقت أن تكون هناك دولة في عدن، لأن الناس فعلا أساسا خرجت قبل سنوات تطالب بالدولة، وللأسف الشديد فقدت الناس الدولة وفقدت الأمل بأشياء كثيرة. نعم أستاذ فتحي، كنا نتمنى أن يكون معنا يعني من وزارة الداخلية أو من الأمن في عدن حتى يجيب على العديد من التساؤلات حول هذه النقطة. سأختم معك بسؤال أخير، ما الذي تتمناه من أبناء عدن ومن كل الوحدات الأمنية في عدن من أجل أن تتوحد، أن تصير تحت راية واحدة، يعني يأمن فيها المواطن في عدن بأنه يذهب إلى جهة يعني تمثل الدولة فعلا وحقيقة؟ أتمنى من الناس، كل الناس في عدن، ألا يتخندقوا مناطقيا، أن يذهبوا صوب تشكيل الدولة الحقيقية التي ستكون الوعاء الذي يجمعهم جميعا، أن ينبذوا كل التشكيلات المناطقية والميليشاوية، وأن يذهبوا صوب استعادة الدولة. نحن في عدن للأمانة نحتاج إلى ثورة شعبية لاستعادة الدولة، وأتمنى من الناس ككل أن يقفوا مع أي صوت حكومي يتجه صوب إعادة تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية ويسعى لتوحيدها. نحن سنقف معه وسنتوجه جميعا صوب استعادة كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية. إذا استعيدت المؤسسات الأمنية بشكل صحيح سنستعيد الدولة بشكل عام في عدن. شكرا جزيلا لك الأستاذ فتحي بن لزرق، رئيس تحرير عدن الغد. وعودة أخيرة إلى الأستاذ الناشط السياسي خالد اللبود. أستاذ خالد، إذن كيف يمكن للحكومة الشرعية وللسلطة الشرعية أن تستوعب كل هذا الخليط من الوحدات الأمنية والفصائل العسكرية تحت راية واحدة وتوحد وجهات النظر التي يختلفون عنها تحت اسم اليمن الكبير؟ أولا أعتقد أن هناك ملاحظة مهمة يجب أن نضعها بعين الاعتبار. أننا نرفض شيطنة الأجهزة الأمنية ومحاولة إظهارها بأنها سبب يؤدي إلى حداث الخلل الأمني في عدن، وهذا كلام غير صحيح. هم يقوموا بدور الممكن، والمشكلة الرئيسية هي في عدم إيجاد الرأس القيادة التي تقوم بالتوجيه. نعتقد أنه بالإمكان السيطرة على كل هذه الأجهزة وإعادة توجيهها لما يخدم مشروع الدولة من خلال أولا توحيد الإدارة، توحيد
كان هناك حديث عن انشاء غرفه عمليات مشتركه. هذا الموضوع لم يتجاوز موضوع القرار، لم يتم العمل عمليا على ايد الارض، لم يتم الى اليوم انشاء معسكرات فعليه لايجاد الجنود وتجميعهم وتدريبهم في نفس المناطق، مما يؤدي الى ايجاد الالفه فيما بينهم. نحن نعلم انه في كل الحروب يحدث خلافات طبيعيه جدا، لانه الكل يحاول ان يلجا الى المكان الذي يحميه، ويكون غالبا القبيله او المنطقه، ولا يتم تجاوز هذه النقطه الا من خلال دمجهم في معسكرات منظمه، معسكرات التي تم الحديث عنها لا يتم التجمع فيها الا في وقت المرتبات. لا يتم العمل فعليا لايجاد الدوله على الارض، لايجاد السلطه، حتى اذا لم نقول دوله مؤسسات كامله، على الاقل السلطه تكون موحده. نحن نتحدث عن السلطة، نتحدث عن الدفاع والأمن، ورغم هذا فهي ليست موحدة، والسبب ليس من الجنود. الجنود إذا وجدوا قيادة موحدة سوف يتبعوها، ولكن تظل المسؤولية دائما هي مسؤولية القيادة العليا في مؤسسة الرئاسة، مؤسسة الحكومة، قوات التحالف والاختلافات التي فيما بينهم تنعكس بشكل طبيعي على القوات على الأرض. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ خالد اللبود الناشط السياسي، كنت معنا من عدن، والشكر أيضا لرئيس تحرير عدن الغد الأستاذ فتحي باللزرق. تقبلوا في اختام هذه الحلقة تحايا ومعد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.